شعور حلو صراحة. وبعض زباين يعني كثير لما تأخر مثلا بالدقيقة بالدقيقتين مرات في ناس إنه بلقاه يستنى، فهمت علي كيف؟ إنه وين الفوكس وين الفوكس، بلقاهم بيستنوا. في ناس سبحان الله يعني حتى المي ما بيصبروا على المي، في ناس إنه يلا يا فادي يلا يا فادي من الشغلات هاي. شفت السيارة لفت نظر الموضوع، بحب القهوة كتير، لفت نظر الموضوع إنه شاب يعني بسيارته عم بيعمل قهوة ونظيف صراحة، يعني واضح إنه نظيف ومرتب، فوقفت عنده واشتريت جربت القهوة زاكية، فصرت كل يوم خلص أستقصد أجي من هذا الشارع عشان أشتري من عنده.